والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. برعاية الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت المحترم وبإشراف الأستاذ الدكتور سعد محمود حسين عميد كلية التربية الإنسانية والأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد حسين يقيم مركز التعليم المستمر وبالتعاون مع قسم التربية الفنية دورته العلمية بعنوان انعكاسات العصر الرقمي على القيم الأخلاقية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. هذه الدورة فيها محورين اثنين، سنتناول هذا اليوم المحور الأول المتمثل بمفهوم العنصر الرقمي من وجهة نظر القانون والشريعة الإسلامية. وطبعا يعني بداية فالكلام عن مفهوم العصر الرقمي بين وجهة نظر القانون والشريعة الإسلامية يحدو بنا الأمر إلى أنه لا نختصر ونختزل الزمن، وذلك بالتناسي أو نسيان التاريخ، فلا بد من الربط ما بين التاريخ القديم مع الحاضر الذي نحن نعيش فيه وربطه بما سيؤول إليه من أفكار وما إلى ذلك في المستقبل، حتى نتمكن من أن نواكب هذه التطورات التي هي تحدو وتخطو خطوات واسعة في مجال العلم والمعرفة، خصوصا في الآونة الأخيرة من التطور العلمي السريع الذي تكاد إن لم يعني تواكب الدول هذا التطور العلمي السريع فإنها ستبقى في مؤخرة الدول التي تعد من الدول المتخلفة في الوقت الحاضر. لذلك مفهوم العصر الرقمي من وجهة نظر القانون والشريعة لابد من أنه نتكلم بكيفية التطور الذي حصل في العالم في 200 سنة التي قد سبقت حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تطور هو الذي نحن نقوم بدراسته في هذه الدورة. فكنبذة تاريخية عن هذا الأمر، فالبشرية قد عرفت في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ثورة هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة. هذا الأمر قد أدى إلى عالم مختلف من حيث المعطيات والأدوات كما نحن نعلم، فالنصوص والصوت والصورة يتم نقلها والتعامل معها بواسطة عالم الإنترنت. هذا الأمر كان غير معروف سابقا، ما أدى ذلك إلى خلق عالم جديد يمكن عن طريقه تصميم بيانات تعليمية وخلق عوالم افتراضية تكون أكثر إبداعا مما هي عليه في الواقع الحالي. وما مررنا به في عام 2018 و19 في مسألة التعليم المستمر التعليم العفو عن بعد التعليم الإلكتروني في موضوع جائحة كورونا، أدى هذا الأمر إلى أنه يعني نفهم بأن التكنولوجيا التي نحن نقول بأنها قد تطورت سريعا فهي مفيدة من جانب وأحيانا تكون مضرة من جانب آخر، سنتكلم عنها فيما بعد. العصر الحاضر يتميز بتطورات مذهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات كما تعلمون والاتصالات الذي أدى بدور الإنسان في إرساء معالم جديدة. من خلال ما تقدم من بيانه الآن يمكن أن نحصر المراحل التي مر بها التطور الاصطناعي الرقمي منذ نشأته عام 1775 حين اخترع جيمس وات المحرك البخاري. فهذا التطور يعني أو هذا الاختراع أدى بالإنسانية إلى أنه تستغني نوعا ما عن الطاقة البشرية إلى طاقة البخار. هذا كان في الحقبة الزمنية فيما بين عام 1784 لحد 1870
حيث اعتمد على البخار كقوة الماء والبخار في تشغيل الآلات، حيث بدأت في تلك الفترة مكائن الإنتاج ومكائن المواصلات بالاعتماد على الطاقة البخارية. كان هذا الاختراع طبعا هو أساسا للثورة الصناعية الأولى. فعندما أقول أساسا للثورة الصناعية الأولى، فهذا الأمر يعطينا أن الخبراء في تلك يعني في هذا المجال قد صنفوا التطور العلمي إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى هي قد ابتدأت من عام 1784 لحد 1870. تحول الاعتماد من الأيدي البشرية العاملة إلى الماكينات والآلات البخارية. المرحلة الثانية كانت من عام 1870 إلى عام 1959، بدأت في الثلث الأخير من القرن 19، حيث تحولت مكائن الإنتاج والمواصلات والاتصالات إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية بدلا من البخار. ظهرت في هذه المرحلة المحركات الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء، وبدأ الاعتماد على المحركات الكهربائية بدلا من المحركات البخارية. تسمى المرحلة الصناعية الثانية كما ذكرت قبل قليل، وتعد هذه المرحلة في الثورة الصناعية أهم مرحلة لما أحدثته الكهرباء من تغيير كبير في المجتمعات البشرية. المرحلة الصناعية الثالثة وبدأت من عام 1959 كما يعني صنفها هؤلاء الخبراء إلى عام 1000 طبعا انقطعت الكهرباء عندي عام 1959. اخو ما صار تأثير استاذ محمد. دكتور الامور تمام دكتور العفو. تمام. الفترة الثالثة والمرحلة الثالثة قلت لكم قبل قليل بأنها قد يعني ابتدأت عام 1959 إلى 1983. ظهرت في الثلث الأخير من القرن العشرين وتحديدا عام 69 طبعا بالذات، ظهرت الحواسيب الإلكترونية المتصلة فيما بينها عبر شبكة الاتصالات والإنترنت التي تعد من أعظم الاستكشافات وفي مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، لما أحدثته من طفرة عالمية في شتى مناحي الحياة، والتي عرفت بالثورة الصناعية الثالثة أو ما تسمى بالثورة الرقمية. وتحولت المجتمعات فيها للاعتماد على المعلومات الرقمية بصورة أكثر من اعتمادها على الآلات بعد ذلك. في عام 1983 وما بعدها ولحد الآن طبعا صنفت من قبل الخبراء بأنها المرحلة الرابعة، وظهرت بتقنيات يعني تمثلت بالروبوتات والنانو والتحكم في الجينات وتطبيقات ثلاثية الأبعاد. هذه المراحل التي ذكرتها لكم قبل قليل المتمثلة بالأربعة مراحل على تصنيف الخبراء في السنوات التي أو في الحقبة السنين التي ذكرتها لكم قبل قليل يعني أدت إلى وصولنا إلى العصر الرقمي. فمفهوم العصر الرقمي يعرف على أنه يدل على سيطرة الرسائل الرقمية الحديثة على غيرها في مجال الاتصال ومعالجة وتبادل المعلومات، أو أنه يعرف بأنه العصر الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي. بعبارة أخرى يمكن القول هو العصر الذي يعتمد في تطويره بصورة أساسية على المعلومات وشبكات الاتصال والحواسيب. وأيضا العصر الرقمي هو الذي يدل على سيطرة الوسائل الرقمية الحديثة على غيرها في مجال الاتصالات ومعالجة وتبادل المعلومات. ومن أجل التعرف على معرفة المفهوم الشامل للعصر الرقمي من وجهة نظر القانون، فلا بد من الإشارة إلى أبرز المفاهيم الأساسية لهذا العصر، والتي قد لخصتها لكم
ثلاثة مجالات. الأول هو الأصول الرقمية، ويقصد بها تلك البيانات والنصوص ووسائل البريد الإلكتروني والوثائق والملفات الصوتية والمرئية والصور ومحتوى وسائل وشبكات الإعلام بين قوسين كما نقول بالتواصل الاجتماعي. وثانيا التطبيقات الرقمية، هي جميع الخدمات والعمليات التي يحصل عليها المستخدم لقاء قيامه بالاشتراك بهذه الخدمة التي تنظمها اتفاقيات الشروط والأحكام، سواء كانت هذه الخدمة بمثابة مجانية أو مدفوعة الثمن. والمرحلة الثالثة هي الحياة الرقمية، والتي يقصد بها ذلك النشاط الإلكتروني الذي يقوم به المستخدم، والذي يشمل إنشاء الحسابات والمدونات الشخصية واستخدام التطبيقات الرقمية المختلفة من حيث تعديلها وإلغائها وتبادل المواد والبيانات الرقمية عن طريقها. والمرحلة الأخيرة هي الرابعة، النهاية الرقمية، ونعني بها توقف الشخص عن استخدام التطبيقات والحسابات الرقمية الخاصة به، وذلك لعدة أسباب، منها إما وفاة الشخص أو إصابته مثلا بعرض بدني أو عقلي يحول ذلك من استخدامه لوسائل الاتصالات الإلكترونية. طبعا لما تقدم ذكره باختصار حول هذه المسائل، فإن الرقمنة قد أثرت بشكل ملحوظ جدا على جميع القطاعات الحيوية، ومن ضمنها هذا التطور السريع وتأثيره على المجتمع، فجعل هذا الأمر من الضروري على المشرع التدخل لتقييد هذا المصطلح المؤثر بشكل ملحوظ على حياة الأفراد والمجتمع. كما تعلمون بأنه كل شخص له حقوق وعليه واجبات، وكل كما تعلمون بأن حقوق هذا الشخص له الحرية باستئثارها واستخدامها على ما يحلو له، لكن ليس إلى أبعد الحدود. فكل شخص منا يكون مقيد، يعني شئنا أم أبينا، تقييد يعني هذا التقييد يقيده عدم التطاول على حقوق الشخص الآخر. فإذا مهما كانت هي حرية منشودة من قبل الأفراد، فلا بد أن تتقيد هذه الحرية بحريات الأشخاص الآخرين. إذا هي حرية لكن ليست مفتوحة على مصراعيها كما يعتقد البعض، فتصرف البعض من الأشخاص بأنه يعزي هذا التصرف أو يجعل هذا التصرف هو من ضمن الحريات التي يجب عليه استئثارها بكل الوسائل المتاحة له في هذا الأمر. لا، هذا الأمر يقيده حريات الآخرين، فلا يمكن لنا حريات الآخرين بمسمى أو بدليل أنه نحن نستخدم حرياتنا على ما هو موجود في القانون وما هو يكفله هذا الدستور. الحريات تكون مقيدة مهما نقول بأنها هي مفتوحة. فلذلك صار من الضروري على المشرع التدخل لتقليد هذا المصطلح المؤثر بشكل ملحوظ على حياة الأفراد والمجتمع من كل النواحي، ما جعل من الضروري التدخل القانوني السريع وما نسميه بالتشريع القانوني للحد من هيمنة هذه الأفكار الحديثة، والتي يكون القسم الأعظم منها ذات أثر سلبي طبعا على حياة المجتمع. ما أتكلم به وأنتم تستمعون مشكورين حول هذا الموضوع تفهمونه من الجانب، هي حرية وأنت تكون يعني منفرد مع جهازك الإلكتروني وتقضي ساعات طويلة في هذا الجانب. هذا الأمر لا يعني بأنك تتطاول على الآخرين بمسألة بهذا الأمر، من أجل الحد هذه الحرية غير سمع في هذا الجانب، من أجل الحفاظ على يعني حريات وكرامات الأشخاص الآخرين. فلهذا الأثر السلبي على حياة المجتمع أدخل تشريعيا قانونيا
القانون المدني إلى آخره من فروع القانون الأخرى. عندما أتكلم وأقول عن أنه المشرع يقوم بهذا التشريع القانوني، لا أعني بإساءة متعلقة بالجرائم المرتكبة مواقع التواصل الاجتماعي
There are 121 participants in the conference. Muted. من الدول التي تعد من الناحية الإلكترونية من الناحية العلمية الآن هو من في مسألة هذا الأمر يجعل بأن هناك حريات شخصية تختلف من ناحية الإباحة والتجريم في من مجتمع لآخر بحسب اختلاف الثقافات طبعا للمجتمعات في العالم. في المجتمعات الغربية تكون أكثر انفتاحا الإسلامية وذلك في تلك البلدان حرما في البلدان العربية الإسلامية، لأنه ليس كل ما هو مباح في تلك البلدان يمكن أن يكون هو الإسلامية. أن المجتمع الإسلامي مقيد بمسألتين اثنتين، الأولى منها بأنه مقيد بالشريعة الإسلامية التي لا يمكن لنا القول بأنها تبيح هذه التصرفات والسلوك في تلك الدول. أبيح في تلك الدول لا يمكن أن يكون بالضرورة مباحا في الدول العربية. أيضا ما يعني ما هو موجود بالنسيج الاجتماعي من تقاليد وأعراف قد تناقلت هذه الأجيال من جيل لآخر، فحدا بالمجتمع بأن يعني ينأى بنفسه عن الاعتراف بمثل هكذا سلوكيات نتيجة للأعراف الاجتماعية التي أنتم تفهمون ماذا أقصد بها. إضافة لذلك صار لزاما عليه للجريمة الإلكترونية على يعني بعبارات يمكن أن نوضحها لكم، لا نقول أن نفهمكم إياها لأن أنتم تفهمون ما أقول، أقول أوضحها لكم يعني من أجل بيانها في هذا الجانب. فالجريمة الإلكترونية هي كل جناية أو جنحة ترتكب ضد فرد أو جماعة بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو جسده أو فكره أو ماله أو حياته، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة الإنترنت أو الرقمنة. من المسلمات القانونية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. هذا الأمر عندما أقول به مسلم قانوني بمعنى أنه هو حقيقة لا يمكن القول بخلافها. فعندما أقول لكم بأن الشمس تشرق من المغرب هذا لا يمكن تصديقه إلا في حالة ما أخبرت عنه الشريعة الإسلامية بأنه من علامات الساعة. لكن عندما أتكلم بالحياة العادية وأقول لكم الشمس تشرق من المشرق فهذه مسلمة لا يمكن القول بخلافها. إضافة لذلك ضربت لكم هذا مثالا من أجل إيصال الفكرة بأنه مبدأ الشرعية الجزائية الذي تقوم عليه كل الجرائم في هذا الجانب هو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نطلق عليه في القانون مبدأ الشرعية الجزائية. هذا المبدأ يعني يجعل القاضي مقيدا بتطبيق نصوص قانونية لا يمكن له أن يحيد عنها مطلقا. فما لم يشرعه المشرع من نص قانوني يجرم فيه سلوك من السلوكيات لا يمكن للقاضي إن لم يكن هذا قد جرم بنص قانوني، مهما كان هذا السلوك مخالف للنظام العام والآداب العامة، أن يقوم القاضي بالنطق بقرار قضائي يدين به شخص قد ارتكب جريمة لم يكن قد شرع لها المشرع نص قانوني وجرمها بموجبه. هذا الأمر يجعل البعض منكم يتساءل يقول إذا لماذا إن لم يكن هناك تشريع قانوني في هذا الجانب للجرائم الإلكترونية كيف يقوم المشرع العفو القاضي الآن بتطبيق هذا القانون على جرائم لم تكن قد شرعها المشرع؟ طبعا هذا الأمر يعني المفروض نتكلم فيه في المحاضرة التي ستكون يوم غد، لكن أحببت أن أعطي لكم نبذة مختصرة للدخول إلى يعني بداية محاضرة يوم غد بإذنه تعالى.
فهذا الموضوع يجعل المتلقي لهذه العبارات التي أنا أقول فيها بأن المشرع كان حاذقا باختيار طبعا شرع قانون العقوبات العراقي في يعني رقم 111 سنة 69 في عام 1969، وهذا الأمر يجعل بأن هل من المعقول، نتساءل بهذا السؤال، هل من المعقول بأن المشرع العراقي في عام 1969 عندما شرع قانون العقوبات العراقي هو كان يعلم بأنه ستكون هناك ثورة صناعية هائلة متعلقة بجرائم قد ترتكب إلكترونيا؟ طبعا هذا يعني إن سألته لكم حتى وإن كنتم أنتم غير متخصصين في هذا الجانب لكانت الإجابة بأنه لا يمكن القول بتكهن المشرع العراقي في عام 1969 بأنه هناك ستكون جرائم يعني إلكترونية يمكن أن تستوعب هذه السلوكيات المرتكبة في مثل هكذا جرائم تستوعبها وهذه النصوص القانونية، لكن تطبيق هذه النصوص القانونية وإن كانت هي قد شرعت عام 1969 وما زالت تحوي وتحتوي وتتضمن يعني تطبيق هذه النصوص على مثل هكذا جرائم، السبب يعود وذلك لوجود المرونة في التشريع، فالمرونة تجعل أن المرونة في التشريع لا تجعل التشريع جامد، المرونة في التشريع بصياغة العبارات القانونية وإمكانية تأويلها وتفسيرها بكل ما يستجد به من سلوكيات قد تكون متغيرة وتكون متماشية مع التطور الذي يحصل في المجتمع. هذا طبعا أيضا بأنه يعطينا نقطة واضحة وسليمة بأن الشريعة الإسلامية وإن كانت الست عروبة يبدو عدها كان ظرف حال دون أن تكون هي تتكلم بهذا الموضوع نيابة عني، ولكن ربطا بالمحور في هذا الجانب وددت أن يعني أعطيكم البعض من التفاصيل حول هذا الموضوع. الشريعة الإسلامية هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنتم تعلمون في هذا الأمر وما ذكر به القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا يعني بأن ما أوتينا من العلم الآن بتطور العلم السريع الآن وما تتكلم أو ما أنتجت به الشركات الصناعية يعني ما لا يعني يقف العقل البشري إلى عدم تصديقه أحيانا ما لم يرى بالعين أو نسمع عن هذا التطور، منها الروبوتات التي تكون الآن يعني وكأنما هي تحاكي البشر. مع هذا التطور العلم السريع الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا العلم الذي أعطانا إياه الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب جعل منا أنه يجب أن نستذكر ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل أن الشريعة الإسلامية قد سكتت عن هذا عن معالجة مثل هكذا تطورات سريعة في العلم والمعرفة؟ إن كنا قد صدقنا في هذا الأمر فهذا الأمر يعطينا بأنه نحن لا نؤمن بهذه الشريعة، وهذا حاشا للمسلمين أن يكونوا غير مؤمنين في هذا الأمر. فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، صلاحيتها لأنها بكل زمان ومكان لا يعني بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام قد انقطعت هذه التفاصيل، لا، فإنما هناك من كان يعني يحمل رسالة الله سبحانه وتعالى الشريعة الإسلامية عن يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالخلفاء وما تبعهم من حملة الرسالة الإسلامية وتكملتها، ومن وتسمى هذه تطورات في الشريعة الإسلامية بالنوازل الفقهية. فلهذا نجد بأن المجمع الإسلامي قد يعني تناول بالتفسير لكل ما هو مستجد من تطور في العلم والمعرفة وإيجاد الحلول التي تكون متناسبة مع الشريعة الإسلامية. إذن الشريعة الإسلامية تدخلت حتى
في التطور التكنولوجي الذي نحن الآن يعني نقبع تحت رحمته أحيانا في مسألة الأمور المتعلقة بالسلوكيات التي تكون هدامة لشخصية الفرد والمجتمع والعائلة. إذن نعود إلى النقطة التي قد ابتدأنا عندها أو انتهينا عندها قبل قليل، بأنه ما لم يشرعه المشرع لا يمكن للقاضي أن ينطق به، حتى وإن كانت هذه السلوكيات هي مخالفة للنظام العام والآداب العامة ما لم تكن هي قد شرعت من قبل المشرع. هذا الأمر يحدو بنا إلى القول بأنه النصوص القانونية هي الأخرى، وإن كانت هي وضعية فهي كانت على يعني شكل متعلق بمرونة العبارات والألفاظ التي جاء بها المشرع، ما جعلها تستوعب الكثير من السلوكيات التي هي تعد الآن بحكم الجرائم، والتي قد ذكرناها قبل قليل بأنها هي جرائم إلكترونية. هذا هو ما يتعلق بهذه التفاصيل التي أعطيتها لكم الآن متعلقة بالجريمة الإلكترونية وكيفية أنه يجب علينا أن نأخذ بأن القضاء العراقي مقيد بلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هذا التجريم. طبعا على فكرة تكلمت قبل قليل عن ما يتعلق بموضوع أن العراق هو كان أول من يعني علم البشرية القراءة والكتابة، وهو علم البشرية القانون بنفس الحال. ففي هذه الحالة قلت لكم بأن العراق أصبح يعني من البلدان التي يشار إليها بالبنان بالتخلف من ناحية النصوص القانونية. لا أقول تطورا علميا ولكن أقول تطورا معرفيا بالقانون، يعني فالعراق هو سباق في هذا الأمر، هو الذي علم البشرية. إلا أن هذه الدول قد أخذت على عاتقها بأنه تتماشى مع ما هو متطور وتشرع قوانين تكون معالجة للجرائم الإلكترونية. أصبح العراق الآن هو من الدول التي تكون متخلفة في هذا الجانب، والدليل على ذلك بأن هناك كان مشروع للجرائم الإلكترونية في العراق. هذا المشروع قدم لمجلس النواب العراقي في عام 2011 ولحد الآن هو لم يرى النور. ما هي الأسباب التي جعلت المشرع العراقي يكون عازف على أنه لا يمكن له أن يقوم بتشريع قانون يعالج الجرائم الإلكترونية؟ هذا الأمر سنقوم بالحديث عنه إن شاء الله في المحاضرة التي تكون يوم غد بإذنه تعالى. إن كنت قد أطلت فما كانت الإطالة بملكة نفسي، ولكن لسعة الموضوع طبعا الموضوع واسع جدا، ولكن حاولت أن ألم شتات هذا الموضوع بهذه العبارات التي قدمتها لكم من أجل أن تكون أدخل لأذهانكم، فإن كنت قد أصبت فهي منة من الله سبحانه وتعالى، وإن كنت قد أخطأت فهو من نفسي ومن زللها، وما البشر إلا هو يعني أكثر خطأ فالكمال هو لله سبحانه وتعالى. وفي ختام كلامي هذا أحمد الله سبحانه وتعالى وأقول لكم تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والامتنان لك أسامة سعد دكتور عمر خالد عبد الحميد على تقديمك لهذه المحاضرة. الآن دكتور إذا ممكن تفتح الشات لاستقبال أسئلة المشاركين لطفا. تفضل. أعزائي المشاركين الكرام، كان لديكم أسئلة يمكنكم كتابتها في التدشة. يكون أذان صاغية.
لما يتعلق بما قدمناه الآن من إيضاح لهذا الموضوع. أعزائي المشاركين، إن كان لديكم أسئلة يمكنكم وضع علامة رفع اليد حتى أستطيع فتح المايك لاستقبال أسئلتكم. أستاذ محمد، أكو سؤال مثلا من أحد المشاركين، ممكن أنه تنقل لي هذا السؤال، لأن يبدو أنه ما قاعد أستهدي لي إذا كانت كتابة أو غيرها، فممكن إذا تطلع عندك تنقل لي السؤال اللي يسأله أحد المشاركين. تسمع كلامي أستاذ محمد؟ تمام دكتور، هسه راح ابحث عن السؤال. تمام دكتور، سؤال: هل القانون العراقي في هذه اللحظة يتبع وفق الشريعة الإسلامية؟ فهمت كلامك. القانون العراقي في هذا الجانب نحن لا نقول يتبع الشريعة الإسلامية، وإن كانت الشريعة الإسلامية وتفضل الدولة الحقيقية الشعورية التي تكون الشريعة الإسلامية هو دين الدولة، ويستند أو تستند القوانين على هذا الموضوع، لكن الشريعة الإسلامية الكثير من ما موجود من جرائم أو ما موجود من معالجات تشريعية في هذا الجانب ينظر إليها على أنها تعد من العقوبات أو من المسائل التعزيرية وفق الشريعة الإسلامية. فالقانون العراقي هو ليس مستند 100% على الشريعة الإسلامية، لأنه تأثر بالقوانين التي كانت هي من ناحية الاستعمار على مر التاريخ. فكانت الدولة العثمانية قد حكمت العراق لسنة ل 400 سنة كما تعلمون أنتم بالتاريخ، يمكن تكونون أكثر من عندي في مسألة المعلومات هذه، ولكن المعلومات التي يعني موجودة ومعروفة لدى الجميع بأن الدولة العثمانية عندما وضعت هيمنتها على العراق كإقليم تابع للدولة العثمانية حكمت وفق الشريعة الإسلامية، هابت على وفق مجلة الأحكام العدلية التي يعني كان العمل بها وفق الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها من ناحية الجزاء ومن ناحية المدني، لحد عام يعني لحد انتهاء الدولة العثمانية في عقد الخمسينات، ويعني دخل العراق إلى مماليك وإلى ما يسمى بالاحتلال البريطاني وغيره، وهذا الأمر جعل يعني يتغير القانون الذي يحكم المجتمع من الدولة الإسلامية التي كانت قد حكمته في الدولة العثمانية إلى التأثر بالقوانين التي وضعها المستعمر آنذاك في الوطن العربي والسياسات التي استخدمتها في الأقاليم التي قد احتلتها. فلهذا تم التغيير شيئا فشيئا، ويعني استقبال الحكومات لمثل هذه التغييرات من أجل الحفاظ على الكراسي وما إلى ذلك، كلكم تعلمون هذه التفاصيل. فلذلك وإن كان يعني القوانين هي قوانين وضعية، لكننا لا نستطيع القول بأنها في العراق، أتكلم في العراق فحسب، بأنها هي يعني 100% على الشريعة الإسلامية. فإن كنت قلت على الشريعة الإسلامية، هذا ما يعني بأنه هو يجب أن يكون كل ما هو مجرم وكل العقوبات التي يمكن أن تطبق على المجرم أو الجاني، خلينا نقول الجاني لأنه لا نستطيع تجريمه لم يكن قد صدر بحقه حكم قضائي يدينه في هذا الجانب، فإنما نقول الجاني في هذا الأمر يعني كأصح بالتعبير. فهذه العقوبات التي يمكن أن تطبق على الجنات في هذا الجانب هي لم تكن قد شرعت في الشريعة الإسلامية، ولكن بالعودة إلى قياسها على الشريعة الإسلامية يمكن القول بأنها هي عقوبات بنظر المشرع الإسلامي، بأنها هي في الكثير منها تكون عقوبات تعزيرية، وهذا الأمر يمكن تطبيقه على القانون العراقي. الشريعة الإسلامية
طبقت مثلا في النظام السعودي، طبقت في النظام اليمني، طبقت في النظام السوداني. هذه القوانين العربية التي ذكرتها لكم الآن، أقصد الجزائرية طبعا، هي أكثر القوانين العربية يعني تطبيقا للشريعة الإسلامية. أما غيرها من القوانين فهي كانت يعني قد تأثرت بالاستعمار، وهذا هو السبب الذي جعلها لا يمكن القول بأنها هي قوانين تعمل على الشريعة الإسلامية 100%. شكرا جزيلا دكتور. هنالك سؤال آخر، يقول دكتور علاء: ألا تجدون أن هنالك ضعفا واضحا في القانون العراقي فيما يتعلق بالإعلام الرقمي والتجاوزات المرتبطة به؟ نعم، وصلت. ذكرت لكم قبل قليل بأنه المشرع العراقي يعني المطلوب يعني الرجوع إلى التاريخ القديم، كان هو من علم العالم القوانين الوضعية منذ مسلة حمورابي وصولا إلى يعني المسلات التي تبعته في هذا الجانب، حتى أنه تدرس هذه التفاصيل في جامعات العالم كلها، بأن العراق هو مهد الحضارات في هذه القوانين. لكن يبدو بأن هذا الموضوع، بأن العراق هو أصبح الآن متخلف من ناحية تشريع قانون، وهو عاجز طبعا عن أن يقوم بتشريع قانون يعني يتماشى مع السلوكيات المجرمة. وذكرت لكم قبل قليل بأنه هناك مشروع لقانون الجرائم الإلكترونية، قانون الجرائم الإلكترونية مشروع منذ عام 2011، يعني قد قدم للمشرع للبرلمان إلا أنه لحد الآن لم يرى النور. فما هي الأسباب حول هذا الموضوع؟ هناك أسباب كثيرة يعني تدخلنا في مواضيع نحن في غنى عن أن نذكرها، مجرد أن ننوه عنها وأنتم تفهمون ما أنا أقول حول هذا الموضوع. لماذا لم يشرع المشرع قوانين متعلقة في مسائل متمثلة بالجرائم الإلكترونية؟ هذا الأمر أنا أعتقد بعبارة واضحة أنه ما موجود من أحزاب وما موجود من اختلافات سياسية حول هذا الموضوع، فإن جرمت هذه السلوكيات بقانون هذا يؤدي إلى أنه تكون هناك كثير من الشخصيات قابعة وراء السجون، ومن الممكن أنه لا يعني هو هذا السبب الذي يكون السبب المباشر حول التباطؤ والتلكؤ بتقنين هذا القانون. شكرا جزيلا للدكتور. أعزائي المشاركين، هل لديكم أسئلة أخرى؟ أعزائي المشاركين الكرام، هل لديكم أسئلة أخرى قبل انهاء المحاضرة؟ للتذكير، غدا إن شاء الله في الموعد نفسه في تمام الساعة 9 مساء المحاضرة الثانية والأخيرة إن شاء الله. ماشي أستاذ محمد، نأمل أن نكون قد يعني أوصلنا فكرة ولو مبسطة حول هذا الموضوع، ولكن أحببت أن أذكركم بشيء مهم جدا، وهو أن الكتابات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ويعني كل ما يتعلق بها من تطور يتماشى مع العولمة وما يتماشى مع التطور الإلكتروني السريع في كافة ميادين الحياة. هذا الأمر يجب أن لا يغرب عن بال الجميع، يجب أن لا يغرب عن بال الجميع بأن هناك دراسات كثيرة جدا من قبل أكاديميين من على مستوى بحوث علمية، رسائل وأطاريح علمية في هذا الجانب تناشد المشرع العراقي بكل ما هو موجود من هفوات، ومن يعني أحيانا نحن ننظر كأكاديميين إلى القانون على من خلال أن القانون يطبق، وأن هناك البعض من السلبيات
في أثناء التطبيق نقوم بمعالجتها كوننا أكاديميين مختصين في هذا الجانب، نناشد المشرع بأن يعني ينأى بنفسه بعيدا عن أن يبقى متمسكا بهذه الأخطاء أو هذه الهفوات التي وقع هو فيها، ولكنه ما نقوم بكتابته ما هو إلا حبر على ورق وفي رفوف المكتبات، ولم يكن أحد قد يعني أحيانا يستفاد منها، لكنها دراسات مفيدة جدا في هذا الجانب. ناشد المشرع من الامتثال للرجوع إلى مثل هكذا دراسات، وهذه الدراسات قد يعني كان فيها استنتاجات رائعة واقتراحات تناشد المشرع على تعديل كثير من النصوص القانونية التي تتمشى مع هذا التطور من ناحية يعني إعطاء المجتمع الأمان في الكثير من الجرائم التي هي الآن يعني يجب أن لا يغرب عن بالنا أن هذه التطورات الإلكترونية قد أودت بالمجتمع في الكثير من المساوئ، فعليه أن يتدارك هذا الأمر، وذلك بالرجوع إلى الدراسات القانونية المتعلقة في هذا الموضوع. وشكرا جزيلا على هذه يعني على تحملكم على ما قمت به من إطالة نوعا ما كانت أكثر من الوقت المقرر لي بهذا الجانب، ولكن اتساع الموضوع وما حاولت أن أعطيكم عبارات تكون إن شاء الله واضحة ومفهومة لدى الجميع. في ختام محاضرتنا لهذا اليوم أكرر شكري وامتناني إلى أستاذ مساعد الدكتور محمد خالد عبد الحميد على جهده المبذول في تقديم المحاضرة الأولى لهذه الدورة، جزيت خيرا دكتور، وأيضا الشكر موصول البعض مما هو موجود لدينا من هذه المعلومات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد نتعلم بما هو يعني ما لدينا من هذه المعلومات. بارك الله فيك دكتور، وأيضا الشكر موصول لكل من حضر هذه الدورة وجميع نشاطاتنا في السريع المستمر، والتقانا غدا بإذن الله تعالى في موعد نفسه في تمام الساعة 9 مساء لليوم الثاني لهذه الدورة بإذن الله تعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، بارك الله فيك. شكرا لله، مع السلامة.